بخصوص القضية المرتبطة برمضان طبعا رمضان هو واحد الشهر اللي بالمناسبة كنت منه عليكم جميعا وعلى جلالة الملك وعلى مختلف أفراد الشعب المغربي باليمن وبالبركات هو شهر اللي فيه واحد الطقوس خاصة اللي كتحتاج واحد التعبئة من طرف الحكومة لكي تقوم يعني بالوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المنتجات التي يتم يعني الاقبال عليها في هذه الفتره من السنه. طبعا الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزاره الداخليه والتي ضمت مختلف القطاعات المعنيه اكدت بان هناك الحمد لله وفره في مختلف هذه المواد. لكن الشقتان الثاني المرتبط بالسؤال ما هي يعني الاجراءات التي تقوم بها الحكومه لمراقبه بعض يعني الممارسات الغير قانونيه. يجب ان نتفق بان هذا الموضوع ديال المراقبه هو موضوع أن يمتد على طيله السنه يعني لا يتوقف طيله السنه هناك مراقبه واذا اخذنا بعين الاعتبار مثلا مختلف التدخلات التي اشرف عليها الساده الولاه والعمال خلال سنه 2023 فهذا يؤكد على انه تمت مراقبه ازيد من 322.316 نقطه بيع وتم ضبط 15966 مخالفة بارتفاع بنسبة ديال 28% مقارنة مع سنة 2022 وقد تم إنجاز محاضر في حق 12575 مخالفة تم إرسالها إلى المحاكم المختصة كما تم إتلاف ما يناهز 1058 طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها خصوص هذه السنة سنة 2024 وبالنسبة للفترة الممتدة من يناير 2024 إلى غاية 21 فبراير 2024 فلقد تم مواصلة العمل ديال المراقبة بحيث تمت مراقبة 31383 نقطة بيع وتم ضبط 1948 مخالفة منها 374 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و1574 تم انجاز محاضر بشانها ارسلت الى المحاكم كما تم حجز واتلاف 70 طن من المنتجات غير الصالحه اكرر مره اخرى بان موضوع المراقبه تقوم به المصالح المختصه على طيله السنه لكن في هذا الشهر الفضيل يتم يعني الوقوف على تزويد الاسواق بمختلف المواد التي يحتاج اليها المواطنين